فيما يرويه النبي صلى الله عليه تعالى قال فيما يرويه النبي صلى الله 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 عليه 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 تعالى قال بد أن يطيع التلميذ مدرسه. قال الله تعالى فالصالحات قانتات يعني طائعات، طائعات لأزواجهن وطائعات لله تعالى. وإن الله تعالى قال فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة، وحسبك أن تدخل الجنة برضا زوجك. بد أن يطيع التلميذ مدرسه. قال الله تعالى فالصالحات قانتات يعني طائعات، طائعات لأزواجهن وطائعات لله تعالى. وإن الله تعالى قال فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة، وحسبك أن تدخل الجنة برضا زوجك.